اطلع رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز اليوم بمنطقة الرياية بمركز جاكو الإداري على مدى تقدم الأشغال في الميناء متعدد الأبعاد قيد الإنجاز الذي تبلغ كلفته 352 مليون دولار أمريكي على نفقة الدولة الموريتانية وتنفذه الشركة الصينية بوليتكنولوجي. وتجول رئيس الجمهورية في مختلف الورشات واستمع إلى شروح من الفنيين حول مميزات هذا الميناء الفنية وخصائص التربة والعناصر اللوجستية المستخدمة فيه ومراحل إنجازه ومكوناته وطاقته الاستيعابية بعد الإنجاز والآليات والمعدات المستخدمة فيه وآفاقه الاستراتيجية في تعزيز جهود التنمية في هذه المنطقة. وسيوفر ميناء جاكو إمكانية فتح طريق للنقل عبر نهر السنغال على مسافة تقارب 15 كيلومتر من الميناء لتموين المدن الموريتانية الواقعة على النهر وحتى جمهورية مالي، باعتبار أن النقل النهري أكثر أمنا وأقل كلفة من النقل البري. ويتكون ميناء جاكو الذي لا يبعد أكثر من 170 كيلومتر عن العاصمة نواكشوط و40 كيلومتر عن مدينة كرمسين من ميناء عسكري ومحطة للرسو من جانبين ومنصة للإبحار وميناء للصيد يضم 7 منصات للإبحار وورشة لإصلاح البواخر تبلغ طاقتها 70 باخرة للسنة ومحطة للبواخر التجارية بطول 80 متر ونقطة للإبحار مجهزة للصيد التقليدي خارج الميناء. ورافق رئيس الجمهورية في هذه الزيارة وزير الدفاع الوطني السيد يحيى الحدامين ومدير ديوان رئيس الجمهورية وقائد أركان البحرية الوطنية ووالي ترارزا ورئيس مجلس الجهوي وعدد من الشخصيات.